استقبل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. استقبل ممثلي الشركات الراعية والجهات المختلفة ورؤساء وأعضاء اللجان العاملة في بطولة التاج الثلاثي للرجل الحديدي. وأكد سموه خلال اللقاء أن النجاح الباهر الذي تحقق لبطولة الأيرون مان آخر جولات التاج الثلاثي للترايثلون لم يكن ليتحقق لولا الرعاية الفائقة من قبل جلالة الملك المفدى وحرص جلالته على متابعة كافة مجريات التنظيم لهذه البطولة العالمية وتشريف جلالته وحضوره حيث كان وسام فخر واعتزاز لنا جميعا. كما أن لدعم الشركات الراعية وعطائها السخي ركيزة أساسية في مسيرتنا نحو التميز ولاقته رغبة صادقة من جميع الجهات الرسمية والكوادر البحرينية العاملة في البطولة والتي بذل جهودا جبارة في سبيل إنجاح هذا الحدث المتميز على مستوى الشرق الأوسط. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن شكره وتقديره إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى على دعم جلالته للبطولة ومتابعته المستمرة لها، الأمر الذي شكل حافزا أمام الجميع من أجل بذل المزيد من الجهود لإنجاح الحدث الرياضي الهام وإبرازه بالصورة المتميزة. وأشاد سموه عن تقديره لانضمام جميع الشركات الراعية إلى عائلة رعاة بطولة الأيرون مان التي تعتبر من البطولات المتميزة على مستوى الشرق الأوسط، وأكد سموه أن هذه الرعاية ساهمت بلا شك في توفير كافة عوامل النجاح للبطولة التي حظيت بمشاركة كبيرة من قبل مختلف متسابقي العالم وشباب البحرين الحريص دائما على إنجاح الفعاليات الرياضية التي تقام خدمة لتطوير الحركة الرياضية في المملكة، بالإضافة إلى نخبة من أبطال العالم في رياضة الترايثلون والألعاب الأولمبية. وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى أن هذا الدعم جاء بفضل السياسة الحكيمة لإدارة الشركات الراعية وحرصها على تقديم الدعم والمساندة للبطولات التي تقام على أرض البحرين والمشاركة الحقيقية في إنجاح هذا الحدث وأهمية توفير سبل الدعم من أجل تعزيز دور المملكة رياضيا على مستوى الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن بطولة الأيرون مان كانت مختلفة تماما من كافة النواحي والتي ارتقت إلى الطموحات. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن تقديره التام إلى جميع الجهات الحكومية التي ساهمت في التنظيم لهذا الحدث الرياضي الهام وعملهم المتقن، الأمر الذي ساهم في سير السباق دون إحداث أي إرباك تام في حركة المرور والسيارات، الأمر الذي لاقى استحسان الجميع من المواطنين والمقيمين. وثمن سموه الجهود المخلصة التي بذلتها الكوادر الوطنية العاملة في سبيل الإعداد والتحضير لإقامة هذه البطولة غير المسبوقة على مستوى الشرق الأوسط. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الجهود المبذولة من قبل رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البطولة هي محل التقدير والاعتزاز لما لها من أثر طيب فيما لمسناه من منجزات واضحة على صعيد الاستعداد لاستضافة البطولة التي شارك فيها نخبة من أبطال العالم الذين أثروا السباق.